اول شيء شو اسمك؟ شو تسوين؟ ليش انت بهالدوره؟ رسول طالب ريسان، خرجت بكالوريوس اعلام. مرت الخصوص. اوكي. رسول طالب بكالوريوس اعلام جامعه بغداد. رسول طالب على عيني نانا. ايوه دباو عليك. ابد دباو عليك. لا دباو عليك والله. رسول طالب. رسول طالب ريسان. لا شيل ريسان خلينا نعيد، رسول طالب احلى. يلا اوكي. لا تحط ريسان اشوفها باشر. رسول طالب بكالوريوس اعلام، هنا أنا حاضرين على مود دوره تدريبيه من اجل التصوير، كانت برعايه طريق الاعلام التطوعي التابع لوزاره الشباب والرياضه. الدوره التدريبيه هنا كانت مختلفه، ومتميزه عن باقي الدورات التدريبيه اللي انا اخذتها بغير اماكن. الفرق هنا ان الدوره كانت تحتوي على ايام للجانب النظري وايام للجانب العملي، والجانب العملي كان تمثيل وتصوير اكثر للجانب النظري، وبالتالي هنا تمكن الاستفاده اكثر بكثير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحب بكم اليوم دورتنا التطوعية الأولى التي يقيمها المركز الوطني للعمل التطوعي في وزارة الشباب والرياضة. Thank you.
ايه كل شيء حلو. اوكي كلمة الى اعضاء الدورة. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. احمد الفكيكي مصور فوتوغرافي اصغر مصور بالعراق. انا اتمنى للشباب الحلو ان شاء الله هم سلسلة حياة، هم عمود الحياة، احنا نروح هم يبقون. اليوم عمرنا بعد يوم ادخل 34، طبعا بعيد الحب ادخل 34 سنة، هو هسه عمره 20 سنة، تعرف ايش قد يعني 14 سنة فرق انا وياه. بعد 14 سنة هو يصير استاذ واني الله اذا اعطاني طولة العمر موجود، اذا ما طولة العمر بالفتحة الرابعة صار الشارع. شكرا جزيلا. هلا بيك. استاذ كلمة للاعضاء مال الدورة. كلمة لاعضاء الدورة. اولا ارحب بهم كلهم، وصرنا عائلة واحدة وفريق واحد، واتمنى لهم الموفقية، واتمنى انه يكونون على قدر المسؤولية، ويكونون يعني المعلومات اللي اخذوها يستثمروها ويشتغلون على اعلى المستويات حتى يطورون انفسهم، وكل التوفيق والنجاح. تحت إشراف الجمعية العراقية للتصوير المركز العام بغداد أقمنا محاضرة عامة عن تاريخ التصوير، نشأة التصوير ونظريات الضوء. هذه الدورات مهمة جدا في الوقت الحالي. الحمد لله يعني حصلنا على تفاعل ممتاز في هذه الدورة، وحصلنا على التعرف على طاقات شبابية جيدة سترفد إن شاء الله في الساحة الفوتوغرافية العراقية. أكيد يحتاج وقت ويحتاج زمن للتعريف بهذا الفن بحذافيره، لكن بصورة عامة الخطوة الأولى خطيناها الحمد لله، وإن شاء الله الباقي على الشباب. أكيد راح نرعاهم، أكيد راح نساهم معاهم في إيصال الصورة ذات المحتوى وذات الرسالة الواضحة للمتلقي إن شاء الله. النصيحة العامة لكافة المتدربين هي كثرة الاطلاع وكثرة السؤال من ذوي الاختصاص. لذلك النصيحة الأولى كثرة الاطلاع، النصيحة الثانية السؤال من ذوي الاختصاص والخبرة، النصيحة الأهم في هذه العملية هي التجربة. الفوتوغراف التصوير الفوتوغرافي هي مهمة تجريبية، يعني أنت إذا ما تجرب الأشياء بإيدك ما راح تقتنع بالنتائج. أنا أشكركم جدا، وأشكر هذا الحضور، وأشكر هذا التفاعل، وأشكر الأخوة القائمين على هذه الدورة وجميع الموجودين، وأخص بالذكر زميلي الأخ عماد الساعدي. أشكركم شكرا جزيلا. رسول بابل مسؤول لجنة شؤون الدورات في الجمعية العراقية للتصوير المركز العام بغداد.